بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم طلبة وطلاب الثانوية العامة، ورجعنا لكم تاني عشان في هذا الفيديو احنا هنستكمل موضوع هام جدا احنا كنا سبق درسناه قبل كده، الباب السابع. قلنا ان الباب السابع ده عبارة عن الاتزان الكيميائي. احنا اتكلمنا عن الاتزان الكيميائي وانتهينا منه تماما، بننتقل الى جزئية اخرى وهي الاتزان الايوني. انا بس عايز اذكر حضراتكم عشان كنا نتكلم عن الاتزان الكيميائي، درسنا انواع التفاعلات الكيميائية، قلنا ان في تفاعل تام، تفاعل انعكاسي. التفاعل التام بيسير في اتجاه واحد، الانعكاسي اتجاهين طرد وعكسي، لذلك الاتزان الكيميائي قلنا بيحدث في التفاعلات التي تتم في اتجاهين طرد وعكسي. فلما كنا بنعرف الاتزان الكيميائي قلنا يحدث في التفاعلات الانعكاسية عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي. طيب علشان نتكلم عن الاتزان الايوني لابد نتكلم عن المحاليل الالكتروليتية. في محاليل الكتروليتية ومحاليل لا الكتروليتية. محلول الكتروليتي محلول بيوصل التيار الكهربي لانه يذوب وينتج عن الإذابة أيونات موجبة وسالبة تتحرك إلى الأقطاب المخالفة لها. مجرد أن حدوث حركة للأيونات فينشأ تيار إيه؟ كهربي. طب معانا كده تطبيقات قانون فعل الكتلة على حالات الاتزان الأيوني. أولا المحاليل الإلكتروليتية. المحاليل الالكتروليتية هناك مواد صلبة متأينة مثل كلوريد الصوديوم، لما تدوب في المية تتفكك الى ايوناتها الموجبة والسالبة. محاليلها جيدة التوصيل للتيار الكهربي. ترتبط ايوناتها الموجبة والسالبة بقوة جذب الكتروستاتيكية. هذه المواد تعرف بالمركبات الأيونية. أما إذا كانت مركبات تساومية مثل غاز كلوريد الهيدروجين الجاف وحمض الخليج النقي، الروابط بين ذراتها تساومية. غاز HCl ما بيوصلش، لكن في وجود الماء يتأين ويكون تأينه 100%. بيوصل التيار الكهربي. حمض الخليج برضو يتأين في وجود الماء، ولكن هذا التأين تأين ايه؟ محدود، يبقى توصيله للتيار الكهربي توصيل ايه؟ ضعيف. انا عايز اوضح بس، خير الكلام ما قل ودل. معنى مادة الكتروليتية يعني مادة تذوب وينتج عن ذوبانها ايونات. طالما عندي ايونات إذا يبقى كده هيحدث توصيل للتيار الكهربي، لأن الأيونات الموجبة والسالبة تتحرك إلى الأقطاب المخالفة لها في الشحنة، ينتج عن حركة الأيونات تيار كهربي. طب في تجربة جميلة جدا بنوضح بيها مفهوم التأين والتأين التام والتأين الغير تام. عندي كده اساسا حوض تحليل، وضعت في حوض التحليل غاز HCl ومرة حمض خليج نقي. فاول مرة انا دوبت او اذبت غاز كلوريد الهيدروجين في بنزين واختبرت التوصيل الكهربي باستخدام حوض التحليل. كررت نفس التجربة مع حمض الخليج، أذبنا حمض خليج في بنزين وبرضو اختبرنا التوصيل الكهربي باستخدام حوض التحليل. طبعا حوض التحليل كده أنا عندي أسلاك بتتصل به أميتر ومصباح، وجدنا أن المصباح لا يضيء والأميتر لا ينحرف في كلا الحالتين. معنى أن المصباح لا يضيء والأميتر لا ينحرف
اذا كده انا ما عنديش تيار كهربي، يعني انا كده ما عنديش ايونات توصل التيار الكهربي. اذا اذابه غاز كلوريد الهيدروجين وحمض الخليج النقي في البنزين هو حدث ذوبان لكن لم يحدث تأين. اذا كده انا ما عنديش ايونات عشان يحدث توصيل للتيار الكهربي. طب احنا هنقرر هذه التجربة لكن انا هستخدم الماء كمذيب وليس البنزين. طب نبص كده مع بعض، جبنا 1/10 مول من حمض الخليج في لتر ماء، يبقى كده انا غيرت المذيب. بعد ما كان المذيب بنزين بقى ماء، برضو 1/10 مول من غاز HCl في لتر ماء، يبقى كده الحجم 1 لتر لتر، عدد المولات 1 1/10 1/10. في حالة حمض الخليج وجدنا ان الاضاءة خافتة، اضاءة المصباح الكهربي اضاءة خافتة. في حالة غاز كلوريد الهيدروجين وجدنا ان المصباح يضيء بشدة. طب ده يعني ايه؟ معنى ان الاضاءة خافتة يعني كده انا عندي قلة من الايونات، يعني التأين تأين غير تام، يعني بعض الجزيئات من حمض الاسيتك او حمض الخليج تفككت الى ايونات موجبه وسالبه، اسيتات، ايون اسيتات CH3COO سالب وايون H موجب اللي هو عباره عن ايون هيدروجين. لكن في حاله غاز كلوريد الهيدروجين لما انا عملت له عمليه اذابه في الماء نتج عن اذابته وفرة من الايونات الموجبة والايونات السالبة، فهذا يسمى تأين تام. برضو انا مش هحكم على تأينه اذا كان تام او غير تام لما انا ابتدي انا ازيد من عملية التخفيف. لكن كده انا هنا عندي حاجة مهمة جدا وحاجة ظريفة قوي قوي قوي. ايه هي؟ لما دوبنا HCl في الماء، ما الذي حدث؟ ايونات الاتش الموجبه انجذبت الى الزوج الالكتروني احد ازواج الالكترونات الحره الموجوده على ذره اكسجين الماء من خلال رابطه تناسقيه، والطالب اذكره بالرابطه التناسقيه تتم بين ذرتين احداهما مانحه تحتوي على زوج الكتروني حر والاخرى مستقبله تحتوي على اوربيتال اي فارغ. ايونات الاتش الموجبة لا توجد منفردة في المحاليل المائية للاحماض، علل، لان ايونات الاتش الموجبة تنجذب الى الزوج الالكتروني الموجود على ذرة الاكسجين من خلال رابطة تناسقية مكونا ايونات هيدرونيوم موجبة. يبقى اذا عند اذابة غاز HCl في الماء تكون H3O ده ايون هيدرونيوم موجب وايون كلوريد A سالب. طيب احنا لما اذبنا 1/10 مول من حمض الخليج في لتر ماء و1/10 مول من غاز HCl في لتر ماء كانت في حاله حمض الخليج او حمض الاسيتك الاضاءه خافته، وهذا ان دل فانما يدل ان انا كده عندي كل من الايونات، يعني التأين غير تام، يعني كل الجزيئات لم تتفكك الى ايوناتها الموجبه والسالبه. اما في حاله غاز HCl اضاء المصباح بالشده، احنا قلنا تأين تام. طب احنا عايزين نثبت ان هذا التأين تأين تام. خففنا المحلول السابق في كلا الحالتين بالماء وجدنا انه في حاله حمض الاسيتك اتاثر بالتخفيف بدلاله ان اضاءة المصباح تزداد بالتخفيف. لما انا خففت المحلول بالمية زادت شدة الاضاءة دلالة ان جزيئات من الحمض غير المتأينة تأينت، فزاد عدد الايونات الموجبة والسالبة فزادت شدة اضاءة المصباح. اما في حالة كلوريد الهيدروجين لم يتأثر بالتخفيف دلالة ان كل الجزيئات تحولت الى ايونات موجبة وايه وسالبة. من جملة هذه المشاهدات نستنتج ثلاث مفاهيم، يعني ايه تأين؟ تأين تام،
تأين غير تام أو ضعيف. التأين هو تحول جزيئات غير متأينة إلى أيونات. التأين تحول جزيئات غير متأينة إلى أيونات. إذا كل الجزيئات تحولت إلى أيونات يبقى تأين تام. إذا بعض الجزيئات تحول إلى أيونات والبعض الآخر لم يتحول فهذا يسمى تأين غير تام. يبقى إذن التأين تحول جزيئات غير متأينة إلى أيونات. لو كل الجزيئات تحولت يسمى تأين تام. ولذلك تعريف التأين التام تحول كل الجزيئات غير المتأينة إلى أيونات، وهذا يحدث في الإلكتروليتات القوية. أما التأين الضعيف أي غير التام تحول بعض الجزيئات إلى أيونات، وهذا يحدث في الإلكتروليتات الضعيفة. اسمحوا لي أوضح حاجة. إيجاز كل اللي احنا قلناه، معنى كلمة إلكتروليت مادة توصل التيار الكهربي. طب ليه؟ تذوب وتتأين. طيب إذا نتج عن الإذابة وفرة من الأيونات، يعني لو كل الجزيئات تحولت إلى أيونات موجبة وسالبة، هذا يسمى تأين تام، ويسمى في هذه الحالة الإلكتروليت إلكتروليت قوي. أما لو بعض الجزيئات تحولت إلى أيونات والبعض الآخر لم يتحول إلى أيونات يبقى تأين غير تام، وهذا يحدث في محاليل الإلكتروليتات الضعيفة. برضو أنا عندي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا قلناها وكبنها أيون الهيدرونيوم أو ما يسمى بالبروتون المماه. قلنا أنه لا يوجد أيون الهيدروجين والذي يسمى بروتون والناتج من تأين الأحماض في محاللها المائية منفردا. علل، لأنه ينجذب إلى زوج الإلكترونات الحر الموجود على ذرة أكسجين أحد جزيئات الماء ويرتبط برابطة تناسقية مكونا أيونات هيدرونيوم موجبة. وآدي كده ده تخطيط بيبين كيف تكون أيون الهيدرونيوم الموجب H3O موجب. طيب احنا عرفنا ان الالكتروليت في الكتروليت قوي، يعني كل الجزيئات تحولت الى ايونات. اذا كده انا ما عنديش جزيئات غير متفككة، لكن في الضعيف عندي ايونات وعندي جزيئات غير متفككة. طب فكر معايا بقى، يبقى الاتزان الايوني يحدث في محاليل الالكتروليتات القوية ولا الضعيفة؟ برافو، انا سامعك كويس جدا وسامعك كويس جدا. طبعا يا مستر، لا يمكن ان يحدث اتزان ايوني في الكتروليت قوي لانه تم التأين، كل الجزيئات تحولت الى ايونات موجبة وسالبة. ولكن في حالة الالكتروليتات الضعيفة يوجد اتزان ايوني، لان انا عندي جزيئات غير متفككة وعندي ايونات ناتجة عن الجزيئات التي تفككت. اذا حينما يقول لي ما المقصود بالاتزان الايوني او عرف الاتزان الايوني، اقول له ينشأ في محاليل الالكتروليتات الضعيفة بين جزيئاتها وبين الايونات الناتجة عنها. يمكن تطبيق قانون ثقل الكتلة على محاليل الالكتروليتات الضعيفة فقط ولا يطبق على المحاليل القوية، لانها تمت التأين لا تحتوي محاليلها على جزيئات غير متفككة. العالم أوستفلد تمكن من إيجاد العلاقة بين درجة التفكك والتركيز.
اذا لو قال لي العالم اوسفلد عمل ايه، هقول له تمكن من ايجاد العلاقه بين درجه التفكك والتركيز. طب ازاي؟ انا عندي حمض ضعيف احدد بروتون، ادينا له صيغه افتراضيه اتش اي، لما عملت له عمليه اذابه في الماء هو حمض ضعيف، اذا مش كل جزيئاته تتفكك، تفكك عدد من جزيئاته تبعا لهذه المعادله. اذا دي كده معادله افتراضيه اتش اي، صيغه افتراضيه لهذا الحمض الضعيف. بعض من جزيئاته تفككت واعطت ايونات اتش موجبه واي سالبه. اما اجي اطبق قانون فعل الكتله كي اي، ليه قلت ايه؟ ايه يعني اسيد؟ يعني ثبت تأين او تفكك الحمض. نحن قلنا بقى فعل الكتلة تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، ولما اجي اعبر عن التركيز بعبر عنه باقواس مستطيلة. اذا كي اي بيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، تركيز ايون الاتش الموجب مضروب في الاي سالب على اتش اي. بنفترض ان احنا اساسا انا عندي مول بس من الحمض، اذبته في في لتر. مول من الحمض اذبته في في لتر، تفكك من هذا المول الفا، يبقى ايه المتبقى؟ واحد ناقص الفا، يبقى تاني مول من الحمض عملت له عمليه اذابه في في لتر، في فوليوم يعني حجم، تفكك من المول الفا، يبقى المتبقى ايه؟ واحد ناقص الفا، يبقى واحد ناقص الفا تعبر عن عدد المولات الغير متفككة، الفا مقدار ما تفكك من هذا المول. اذا عدد المولات المتفككة الفا، الغير متفككة واحد ناقص الفا، التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. طب ادي كده اتش ايه؟ اداني اتش موجب زائد ايه سالب. انا قلت كده ابتديت بمول تفكك منه الفا والفا، تبقى من هذا المول واحد ناقص الفا، الحجم واحد، انا عايز اجيب التركيز، قسمت عدد المولات الغير متفككه وما تفكك اللي انا ناصره بالفا على في عشان اجيب تركيزات المتفاعلات والنواتج. كي ايه ثابت تفكك الحمض هيساوي تركيز النواتج الفا على في في الفا على في، على تركيز المتفاعلات واحد ناقص الفا على في، ناتج هذه العلاقه الرياضيه اداني الفا تربيع على في في واحد ناقص الفا. لو انا حبيت افسرها اقول له كده في البسط الفا بالفا بالفا تربيع، في 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 بفي تربيع، يبقى كده انا عندي الفا تربيع على في تربيع في البسط في المقام واحد ناقص الفا على في، مقام المقام بسط، يبقى الفا تربيع على في تربيع في في على واحد ناقص الفا هيديني الفا تربيع على في في واحد ناقص الفا. تعرف هذه العلاقه بقانون اوستفلد للتخفيف، وهو يبين العلاقه بين درجه التأين الفا او درجه التفكك الفا ودرجة التخفيف عند درجة الحرارة الثابتة، فإن درجة التأين ألفا تزداد بزيادة التخفيف. ليه؟ حتى تظل قيمة كي إيه ثابتة. يبقى إذن في حالة الإلكتروليتات الضعيفة درجة التأين ألفا تكون صغيرة بحيث يمكن إهمالها، وبالتالي فإن انا كده كان عندي كي ايه بيساوي الفا تربيع على في في واحد ناقص الفا، طب يمكن اهمال الفا، يبقى اذا كده كي ايه هتساوي الفا تربيع على في. طب انا ابتديت بمول في حجم في لتر، تركيز الحمض الضعيف ده عباره عن ايه؟ عدد المولات اللي عباره عن واحد على الحجم اللي هو في، يبقى واحد على في ده عباره عن ايه؟ سي، بيعبر عن تركيز الحمض. كي ايه تساوي الفا تربيع في واحد على في، واحد على في ده عباره عن سي،
يبقى كي ايه؟ هسوي الفا تربيع في سي. نخلي بالنا ان كي ايه هي ثابت تأين الحمض الضعيف، الفا درجة التفكك والتأين، سي تركيز الحمض. كلما زاد التخفيف قل التركيز وزادت درجة التفكك، والعكس ايه صحيح. يبقى العالم أوستفلد اوجد العلاقة بين درجة التفكك والتركيز، علاقة احنا استنتجناها كي ايه تساوي الفا تربيع في سي. لو انا حبيت اجيب الفا تبقى جذر كي ايه على سي، طب لو انا حبيت اجيب سي تبقى كي على الفا تربيع. انتظرونا في فيديو اخر نستكمل فيه قانون أوستفلد وكيف يمكن حل المسائل التي تخص قانون أوستفلد. انتظرونا، شكرا لكم.